السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، نلتقي مجددا مع درس جديد في مادة الرياضيات بعنوان التناسبية الجزء الثاني لأقسام سنة الخامسة ابتدائي، معكم الأستاذ فخار عيسى. إذا نبدأ بأكتشف. تستعد إيمان لتحضير كعك ليوم الاحتفال بعيد ميلادها مع العائلة وصديقاتها. وجدت في كتاب الطبخ الوصفة المقابلة. أرادت أن تطبخ، أن تعد كعكا بهذه المناسبة، فبحثت في كتاب الطبخ فوجدت هذه الوصفة. الوصفة التي أمامنا هي مخصصة لستة أشخاص. تحتاج إلى 3 بيضات، 120 غرام من الفارينة، و 150 غرام زبدة، و 60 غرام سكر. إذن إنها لا تعرف بعد عدد المدعوين. هذه الوصفة مخصصة لستة أشخاص ولكنها لا تعرف عدد المدعوين. ساعدها في حساب الحصص اللازمة لتحضير كعك لي. ألف شخصين، باء 12 شخصا. إذن سوف نرى معا كيف تستطيع إيمان أن تحسب المقادير لتحضير الكعك لشخصين ثم ل12 شخصا. بداية شخصين. 2 أي شخصين هو ثلث 6. نلاحظ أن الكعك مخصص لستة أشخاص وأن 2 هو ثلث 6، أي 6 تقسيم 3 يساوي 2. إذن سوف تقسم كل الحصص على 3، بما أن 6 تقسيم 3 يساوي 2. إذن كل هذه الحصص سوف تقسمها على 3، ف3 تقسيم 3 يساوي 1، 120 تقسيم 3 يساوي 4، و150 تقسيم 3 يساوي 50، و60 تقسيم 3 يساوي 20. إذن استطعت أن تجد الحصص اللازمة لشخصين. والآن أرادت أن تعد الكعك ل12 شخصا. الحالة الثانية ب. نلاحظ أن 12 هو ضعف 6. 12 هو ضعف 6 لأن 6 في 2 يساوي 12. إذن سوف تضرب كل هذه الأعداد أو هذه القيم في العدد 2. إذن كما نرى هنا، ف3 في 2 يساوي 6، 120 ضرب 2 240، و150 في 2 يساوي 300، وأخيرا 60 في 2 يساوي 120. إذن استطاعت إيمان أن تحدد المقادير اللازمة لتحضير الكعك لشخصين وكذلك ل12 شخصا انطلاقا من المقادير التي وجدتها في الكتاب. ثالثا، احسب المقادير اللازمة لتحضير كعك يكفي ل8 أشخاص. نلاحظ هنا 6 أشخاص لدينا، شخصين و12 شخصا. 8 أشخاص، كيف نحسب المقادير؟ بداية نطرح السؤال، ما هي العلاقة التي نستطيع أن نربطها بين الرقم 8 أو العدد 8 مع 12 أو 2 أو 6؟ نلاحظ أن 6 مع 8 لا نستطيع، 12 مع 8 نفس الشيء لا نستطيع، ولكن 2 مع 8 نستطيع، وذلك بضرب الرقم 2 في 4 نجد 8. شخصين إلى 8 أشخاص، شخصين نضربها في 4 نحصل على 8 أشخاص. إذا نستنتج أن كل هذه المقادير سوف نضربها في 4 لكي نجد المقادير اللازمة ل8 أشخاص. فواحد نبدأ، 1 في 4 يساوي 4، 40 ضرب 4 يساوي 160، 50 ضرب 4 يساوي 200، وأخيرا 20 ضرب 4 يساوي 8. إذا نلاحظ أننا استطعنا انطلاقا من المعطيات الأولى، المقادير المخصصة ل6 أشخاص، أن نجد المقادير لشخصين ثم 12 شخصا وكذلك ل8 أشخاص. إذا ونلاحظ أن هذا الجدول يمثل جدول تناسبية، ولكن معامل تناسبية ليس نفسه، فبين كل عمود وعمود آخر لدينا معامل، عمود مع عمود آخر أيضا لدينا معامل آخر. إذا أستنتج أنه قد تعطى لنا عدة معلومات مجملة في نفس الجدول، ولإيجاد النتائج أحسب المعامل في كل مرة ثم أملأ الجدول كما فعلنا قبل قليل. فوجدنا المعامل في كل مرة كما نرى هنا 3 4 2. عندما نجد المعامل نملأ الجدول الخاص بكل معامل.
إذن ننتقل إلى التطبيقات. تطبيق: حاول عزيزي التلميذ أن تقرأ وتفهم جيدا هذا التطبيق، ثم تملأ الجدول وتقارن الإجابة مع التصحيح. إليك بعض البطاقات التي تمثل أسعار الكيلوغرام الواحد لبعض الفواكه. إذن هاتي عفوا هذه الأسعار للكيلوغرام الواحد لكل فاكهة: التفاح ب 180 دينار للكيلوغرام الواحد، الموز ب 360 دينار للكيلوغرام الواحد، وأما البرتقال ب 140 دينار للكيلوغرام الواحد. السؤال: لدينا هذه الفواكه هنا ولدينا الوزن، عندما أشتري 3 كيلوغرام من التفاح بكم، والبرتقال بكم، والموز بكم، وعندما أشتري 8 كيلوغرام أيضا بكم، وكذلك 14 كيلوغرام. إذا نبدأ بالتفاح، 3 كيلوغرام ما هو سعره، ثم 8 كيلوغرام و14 كيلوغرام، ثم نملأ البرتقال وكذلك الموز. إذا أنجز، حاول عزيزي التلميذ إنجاز التمرين ثم تقارن مع التصحيح، وبعد الإنجاز قارن إجابتك مع التصحيح. إذا نلاحظ أن التفاح سعر كيلوغرام الواحد هو 180، إذا فكل وزن سوف نضربه في العدد 180 لنحصل على الأسعار أو الأثمان الجديدة. فمعامل تناسبية بالنسبة لخانة التفاح هو أننا نضرب ضرب 180، فثلاثة بالحسابات بعد الحساب: 3 ضرب 180 نجد 540، 8 ضرب 180 يساوي 1440، و14 في 180 يساوي 2520. هذا بالنسبة للتفاح. والآن ننتقل إلى البرتقال. لكي نستطيع أن نملأ هذه الخانات، سوف نضرب الوزن ضرب الكيلوغرام الواحد من البرتقال وهو 140. نستنتج أن معامل التناسبية هو 140، فنضرب 3 في 140 نجد 420، و8 في 140 نجد 1120، و14 ضرب 140 يساوي 1960. وأما بالنسبة للموز، سوف نضرب الأوزان في 360، فنجد 3 كيلوغرام ب 1080 دينار، 8 كيلوغرام ب 2880 دينار، وأخيرا 14 كيلوغرام ب 5040 دينار. إذا هذا هو التصحيح. حاول أن تقارن إجابتك. أتمنى أن إجابتك كلها كانت موفقة وصحيحة. وفي الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.